من أسباب السعادة السعيد من يسعى لإسعاد الآخرين. ازمكس وانت طيب يا معلم، بقول لك ايه، تعالى بسرعه عشان عايزك في حاجه مهمه. انت اتعملت يا ازمكس؟ هتصرف تحويش السنه كلها على الهدايا والكلام فاضي؟ مالك انت عيال يالا؟ وهو انا لما احاول اسعد اخواتي واهلي بقى اتهبلت؟ المهم انا هعرف ازاي كل واحد نفسه في ايه. طب اسمع، خد الفكره دي. تهبل يالا، امنيتي دي اللي هتتحقق لما احطها في الازازه، ولا انا مش فاهلك تطير من قدامي احسن لك بدل ما امسك فلتك. هنحط الامنيه في الازازه؟ انا قلت كده؟ يا بابا يا حبيبي فهمني، انت هتكتب الهديه اللي نفسك فيها في الورقه، وهنحط الورقه في الازازه ونرمي الازازه في البحر، وبابا نويل هيجي ليله راس السنه هيدي كل واحد الهديه اللي اتمناها وكان نفسه فيها. بس مش فاهم على ايه الغريب في الموضوع. نادي يا اخي اكتر جدا على سبيستون وام بي 3 وكارتون نتورك بالعربي، الواد دماغه باظت بجد يا اخويا. يعني لو كتبت شوكولاتات كتير باباك نويل ده هيجيبها لي؟ هيجيبها لك طبعا، سهله يا عسل. حلو ده احسن من باباك ده يا عم. عاجبك كده يا هبل؟ جننت اخوك يا جماعه. افهموني، ما تتمنوا وافرحوا، انتوا هتخسروا حاجه يعني لما تتمنوا؟ صعبان عليكم تفرحوا؟ ايه ده؟ خلاص يا حاج، هودو يا حاج هودو، خليها نخلص، دعي لها بل مش هنخلص من زنه. هات يا هبل، هات يا حبيبي، هات اكتب امنيتي، وحد لاقي ده عز الطلب، هدايا كده ببلاش، هات يا موفوس، هات. خد يا حاج، ابدا انت بامنيتك الاول. ها يا زمكس، هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ صح، استنى يا زمكس، الحق ايه بقى؟ احط امنيتي انا كمان. مالي العبط اللي انا فيه؟ ايش حال ما كانتش فكرتك انت اصلا يا هبل؟ هتزفت وريني. طب استنى يا عم، افتح الازازه عشان نشوف الورق. لما تشوف الفلوس اللي محوشها هتكفي طلباتهم ولا ايه؟ وريني اول ورقه دي. امسك يا زمكس. ايه ده؟ ده خط بابا. ايه؟ ارض في مدينة نصر او فيلا في التجمع؟ اهدى بس يا زمكس، انا ممكن اسلفك تكمل عادي، ما تزعلش. اقول لك، خد شوف اللي بعدها. ايه؟ نفسي اسيب لكم البيت واطفش من خلقتك. اكيد بتهزر. هات يا عم، البس يا زمكس، شوف دي. ايه ده؟ بلاي ستيشن 5؟ انا عرفت قلب البحر ده، سيبك منه، ده اخر شوكولاتايه او بيتزايه او واحده كنزايه. هات يا عم، هات. لا دي خلاص، خد اللي بعدها. ما تجيب يا زمكس، هو اللي خلاص. هات يلا. نخطك ده يا زمكس، نفسي المدرسه تتهد او تولع ويلغوا التعليم خالص. خد يا هبل، انا غيرك اشطر. هات امسك اخر ورق. ده خط الفلحوس اختي، نفسي لما اكبر اتجوز صاحب اخويا الاهبل. ايه ده؟ يا زمكس وانا مالي؟ هو مفيش اهبل غير يا عم، ما انت اصحابك كتير، ولا يمكن اصلا قصدها انت الاهبل. ده ايه ده؟ وبعدين اختك اللي هبص لها يا زمكس، دي شبهك اصلا. ولا احترم نفسك. ماشي يا جزمه، لما تصحيت. ولو انا اعرف كل واحد محتاج ايه وعلى قد فلوسي، واعرف افرحهم واظبطهم برضه. يعني بابا محتاج الساعه اللي نفسه فيها ومو. بقول لك يا زمكس، انت قلت لي انت كنت محوش كام؟ انا مالي اهل انا يا عم، بجنانك انت واهلك. بقول لك يا زمكس، فكك من الفكره اللي من هنا دي، وفر يا عم فلوسك وفلوسي. وبعدين انا اصلا مش هينفع عشان بحوش وعايز اجيب مطوه، بدل اللي العيال خدوها من بدل اللي العيال ثبتوها واخدوها. مش ايه بقى؟ بقول لك يا زمكس، انا ماشي، روح شوف انت الارض بتاعت مدينه نصر بتاعت ابوك دي. غور يا عم، انا هتصرف، مش عايز منك حاجه.
هروق عليكم. بس يا رب ما يكون الكاميرات اللي بره شافتني. انا هعملكم. كل واحد بقى ياخد ايده. يعني عم بابا نويل لو كان شاف اوضه الكلام كان شدك هديه، انا كان دفع عليك. يوم كل سنه وانت طيب. ايه ده؟ ما فهم ماما. تبقى راجل كبير كده ودقنك قد كده وتيجي تسرق يا حرامي.